سيدنا السلام عليكم، هذه مدة ما هدرنا على شي تيفو، وبما أنكم طلبتوا الشرح ديال التيفويات فقررنا نلبيو الطلب ديالكم. واليوم غادي نهضروا على تيفو سبيسيال. قليل اللي عارف القصة ديالو وعارف علاش ما شفناش. على بركة الله نبداو. سنة 2008 برسم منافسات كأس العرب، الوداد غادي يواجه فريق الفيصلي الأردني، واللي غادي يفوز عليه بهدفين الهدف في مباراة الذهاب، وفضل الهدف الجميل والرائع ديال أحمد طالبي اللي مازال عالق في الذاكرة ديال الجمهور الودادي. يسار لخالد ساقات، المدافع الأيسر صاحب التميز في الهدف الأول، وتسديد في مقابلة العودة غادي تقرر الوينرز أنها تطلع تيفو بهاد المناسبة. وفاش كنهضروا على 2008 فلابد أنكم تستحضروا أن الموفمو مغربي يلاه في العمر ديالو 3 سنوات. جات الفكرة ديال هاد تيفو فاش كانوا الدراري مجموعين في كافي كاينة في بولفار أونفا واللي كانوا كيتجمعوا فيها في داك الوقت، وكانوا كيتواجدوا بعض قدماء اللاعبين اللي ديك القهوة هي المكان المفضل ديالهم، ومن اللي كانوا الدراري ديال الجروف في تشاور باش يخرجوا بفكره لمضمون تيفو والطريقه اللي غادي يكون بها، لان في ديك الوقت كان مازال ما وصلنا لمرحله تيفو كوليغرافي، كنا كنطلعوا غير لي فوال والبلاستيك. في داك النهار اللي كانوا مجموعين فيه غادي يكونوا متواجدين البعض من قدماء اللاعبين ديال الراك وديال فرق اخرى، واثناء النقاش غادي ينبه واحد من الجروب الدراري اللي كانوا جالسين معاه بان واحد من هذه المجموعه ديال قدماء اللاعبين اللي جالسين هو دريس، واحد من الثلاثي الذهبي للوداد اللي كيتكون من شتوكي عبد السلام ودريس. غادي نرجعوا بالزمان اللور، ايامات لابجيكو، ايام الكره كانت الدور فضل لا تريبل دور، غادي هيمن الوداد على الساحه المحليه وعلى الشمال الافريقيه. هيمنه كانت بفضل الثلاثي والقوه ديالو اللي كانوا كلهم من مواليد العشرينات، التحقوا بالفريق في البدايه ديال الاربعينات مع مجموعه من اللاعبين كقاسم القاسمي، الفروج، والرحالية، وسالم، وآخرون، ولعبوا الوداد تقريبا أكثر من 10 سنوات، وأكثر واحد طول في الوداد هو الشتوكي، واللي بقى حتى 1958، فازوا بجميع الألقاب الممكنة في فترة ما قبل الاستقلال، والرجل اللي كان وراء التألق والإبداع ديالهم هو الرجل العظيم الأبجيكو. يعني الفهمة ديالو كانوا عنده هاد ثلاثة، كل واحد تيلعب في شكل وكل واحد تيلعب في جهة. أنا مثال ما كنتش تلعب يعني في لالين دافون، كنت تلعب أريا سنترال، عبد السلام كان تيلعب أريير، شتوكي كان تيلعب دومي ولا إيلي غوش. ثلاثي كاين، وملي كتخمم مزيان راه كاين غير واحد، حيت متكاملين بثلاثة. دريس كان هو المنظم لي زاكسيون، هو اللي كينظمهم، وملي 30 40 50 متر ولا 60 متر كيعطيك الكرة بالمليمتر في رجليك. عبد السلام سي لو فينيسور، سي لو بولدوزر، وشتوكي سي لارتيست. وكيتعتبر هاد الثلاثي هو الأكثر تسجيلا في تاريخ النادي أكثر من أي خط هجومي آخر.
عبد السلام بن محمد عاطف. اللقب ديالو هاي جوج، لأن أخوه الكبير اللقب ديالو هاي واحد، واللي سبق حتى هو لعب في الوداد في الفترة ما بين 39 و 46. قلب هجوم تميز بالقوة البدنية. تنعرفوا أن عبد السلام الوقت اللي بغي يلعب ويكون اون فورم، الوقت اللي عبد السلام تيكون اون فورم أعطيه ألف كرة يستغل ألف كرة. احترف بوردو ما بين 52 و 56، كان هداف الفريق وكان ضمن قائمة 3 هدافي الدوري الفرنسي بمعدل تقريبا 20 هدف. هو صديق الملك الراحل الحسن الثاني في الفترة اللي كان كيدرس فيها في بوردو، تم التوقيف ديالو من طرف الجامعة الفرنسية لمدة سنة كاملة بسبب أنه ضرب حكم في إحدى مباريات، ورجع للمغرب باش يسالي الكارير ديالو في الوداد في سنة 1958. غادي توفى سنة 1972 بعد معاناة طويلة مع المرض، وكان الملك الحسن الثاني هو اللي تكلف بمصاريف العلاج ديالو بالمستشفى العسكري بالرباط رحمة الله عليهم. معهم وطلعت معهم للرباط ولعب مع لعبوا مع ستات ماروكان، وشكون اللي كان غارديان دو بيت ديال ستات ماروكان؟ والمكي القرع عبد السلام ماركا عليه 5 ديال البيوت. وشو مربي تري بيان البالون الكره البيت الاخراني، شد الكره بدا تيقول ليها تيقول عنتر يا حبيبي عنتر يا حبيبي، وماركا بيا البيت 5 ديال البيوت باش ماركا على ستات ماروكان. وانا دائما تيمركي 3 جوج، ولما مركز حتى الاخرين مركز يدونا مانجي تو لو جوور يدون دي بال او بلاطو. عباد الله تيعطيو الكرة في البلاطو باش يمركي البيت عاين باين. واتشي تنقول لك انا سي با بلاك سي لا فيريتي. عبد السلام يورو بليس دو فولي وملي شبر فيها فهمتيني الكرة كتقعص الظاهرة كتقعص. علاش تابعيني؟ تابعيني لعب مع اللي سمو ديال وهران وشبرت واحد الشوت الظاهرة الكرة ملي ديالها هكا وبلا ديالها هكا. عبد السلام كيف شو لعب اخويا؟ لا قال لك لا انا بغيت هذيك اليدين ديالو نفرسه. دريس جومان واحد من اللاعبين الاكثر تهديفا في تاريخ الوداد، غادي يحترف بوردو سنة 1955 ورفقة عبد الله السطاتي رحمة الله عليه. كان راجل هادئ ومثقف، من بعد الاعتزال ديالو للكرة شغل مجموعة من المناصب، وأكثر وحدة تشهرت هي بمكتب التسويق والتصدير في طنجة، وظل متعلق بناديه الأم اللي هو الوداد إلى غاية مماته سنة 2009 رحمه الله. الأخر عبد السلام كيدير تحت رجليه وكيزيد، وهذاك اللي كيطعمهم بسمو كيكون بعيد. دريس دريس جماد انتر دروا سيلان دي ميور انتر دروا اللي كاينين اللي دازو في المغرب. دريس العربي مبارك دريس خوكلاوا شتوكي، واللي الاسم ديالو الحقيقي هو محمد انور، كان مقاوم وشارك في بعض العمليات الفدائيه مارشي سنترال من اللي كان كيملك فيه متجر لبيع الفواكه. فاز بست بطولات مع الوداد واخرها موسم 56-57 كان اختصاصي في ضربه الجزاء، اشارها ضربه الجزاء في 1951 واللي سجلها في مرمى الحارس العالمي كارل في مقابلة اللي جمعت الوداد مع فريق بوراك اليوغوسلافي، وهو ايضا اللي ماركا اول بينالتي في الديربي واللي كان في يونيو 1957 في الملعب الشرفي واللي ربح فيه الوداد ب 3-0. شتي داك الضوء الاحمر في ما درتيها تبرا الجرح ديالها هو الشتوكي. الشتوكي دخلت الوداد وخايفه الوداد فهمتني ماركات واحد البيت كتسمع البير الله يرحمه فهمتني كيدور داك الطرموش ديالو كيسمع ليها قاسم قاسم كندير لها هكذا كيقول لي على الشتوكي يرجع لكم معكم للور. هو اللي خرج لك الكسر يا بدوني هذاك الشتوكي يقدر يخرج لك حاجه يدرب لي فيها 3-4-5 اللعابه فاسيل بلا بسهوله. احترف مده قصيره بنيس الفرنسي
بعد نهاية المشوار الكروي ديالو اشتغل بالمكتب الشريف الفوسفات، وتوفى سنة 2002. ورحم الله كل من كان ولازال فخرا لنادي الوداد الرياضي الثلاثي الذهبي اللي قاد التيار الوطني في فترة الحماية بتوب وداد الأمة والرياضة. كانت الفنيات ديالهم والتقنيات العالية اللي كيمتازوا بها هي بمتامة مسمار في نعش الاستعمار، وكل لمسة من الأقدام ديالهم هي ركلة في جسم الاحتلال. غادي يتلقاو في ديك الفترة عرض مغرب بزاف من طرف مبعوثين من نادي برشلونة للالتحاق بصفوف البلوغرانا بمقابل مادي ضخم اللي تقريبا القيمة ديالو كانت 33 مليون سنتيم، واللي كتسوى الملايير في وقت ديالنا هذا، وهادشي بسبب التألق ديالهم في ديك الفترة. ولكن الملك الراحل حسن الثاني رحمه الله واللي كان في ديك الفترة ولي العهد منع إتمام ديال هاد الصفقة حسب الشهادات واللاعبين والمسيرين القدامى. فالحسن الثاني الرئيس الشرفي في ديك الوقت للوداد الرياضي مجرد أنه سمع بعرض نادي برشلونة الثلاثي غادي يجتمع بهم ثلاثة وبالمسؤولين ديال الوداد في ديك الوقت، وغادي يخبرهم أنه ما غاديش يسمح بانتقال نجوم الوداد لأي بلاصة، والمهمة ديالهم في الوداد مازال ما كملات، والهدف من وجود الفريق ماشي إبرام الصفقات بقدر ما هو ضرب من المقاومة. في 53 وقيل مع 52 كانت برشلونة باغا هاد اللعابه ثلاثه، وعطاو فيهم في هذاك الوقت 33 مليون. ودير الحساب كيف كان شحال كان كيتمنى 33 مليون ودابا. وكان مولاي حسن الله يرحمه كان هو الرئيس ديالنا ديال الفرقه، قال لهم ما يمشيوش، عندهم واحد المهمه هنا خصهم يكملوها. الحاجه الوحيده اللي كانت يعني تتنشط المغاربة وتتفرح المغاربة هو الوداد نهار الحد، نهار الحد تيكون المغرب مستقل، حيت كان كل مباراة بحال انتصار على فرنسا. كيقول لك 11 مغربي غلبوا الفرنساويين، هي فريق الوداد. في واحد من المواقف ديال عبد السلام عاطف اللي لابد ما نذكروه اللي كان في المباراة النهائية لكأس فرنسا اللي جمعت بوردو بنادي نيس تحت أنظار الرئيس الراحل روني كوتي. وفي أوج الأزمة بين المغرب وفرنسا من بعد نفي الملك محمد الخامس وأفراد أسرته، غادي يقوم الراحل عبد السلام مبادرة حتى واحد ما كان متوقعها. في وقت تقديم اللاعبين للرئيس غادي يسألو على الأحوال ديالو، وكان جواب ديال عبد السلام هو غادي يكون الوضع أحسن لو عاد الملك محمد الخامس من المنفى إلى المغرب كما يطالب الشعب المغربي. وهذا الموقف غادي يلعب دور كبير لفتح المفاوضات لعودة الملك الراحل المغفور له محمد الخامس إلى شعبه. أيها السادة، من النعم التي لا يفي بواجبها إلا متواصل الصبر نعمة الاجتماع، بين قلوب اتحدت وجهتها وصفت محبتها وأخلصت لله عملها، ذلك وصف المؤمنين الذين قال فيهم ربنا جلت قدرته. ملي الجروب غادي يعرف بلي داك الشخص هو دريس واللي كان هو الوحيد اللي مازال على قيد الحياة من الثلاثي غادي يمشيو عنده ويسلموا عليه. فغادي يخبر دريس الناس اللي معاه ان هادو هما الوينرز اللي كيشجعوا الوداد، وقال للدراري سادات الوداد بكم، وهادشي اللي غادي يخليهم يفكروا وعاودوا باش يأرخوا هاد الشخصيات في تاريخ الفيراج ويذكروا الجميع بثلاثي الذهبي. فغادي يخرجوا بقرار انهم يكرموا هاد الشخصيات بما ان الدور ديال الجروب ما مكتفيش بالتشجيع والدعم فقط، بل حتى بالتكريم والتخليد والتذكير بالرسالات والمواقف التاريخية للوداد الرياضي وداد الأمة. وغادي يحاولوا باش يديروا تيفو ليليق بهم، وهاد التيفو غادي يكون عبارة على ثلاثة ديال ليفوار الكبار فيهم رسم لوجه كل لاعب من الثلاثي، وفوار الرابع فيه كرة في الشكل القديم ديالها واللي كيعنيو به أن الوداد مدرسة قديمة وتاريخها عريق في هذا البلد العظيم، وأننا عاصرنا تاريخ داك البالون بكبار لاعبيه وتشريف الأمة المغربية داخل وخارج البلد. وفوق منهم غادي تكتب 1948 بالبلاستيك فحال تيفو ديال وداد الأمة واللي غادي نهضروا عليه في فيديو بوحدو إن شاء الله. غادي بريباري الجروب الطلعة حيت في داك الوقت كانت أول مرة غادي يطلع تيفو أبوند، وغادي يوجدوا ليه مزيان
باش تكون الاحتفالية. ونهار الماتش غادي يدوز البوزاج مزيان وتيفو غادي يتحط وكل شيء واجد، وخاص غير وصل وقت الماتش في موعد مع تاريخ ودرج جديد في الموفمون. إلى أن المفاجأة غادي تجي قبل 4 ساعات من المقابلة، غادي يدخل الأمن مجموعة كبيرة واللي غادي تقوم بنزع تيفو من المدرجات وأخذ البلاستيك كامل ولي فوال ومن الدخلة، ومشاو معهم شي دراري من الجروب واللي غادي تسألوا تما شكون اللي عطاهم الاوتوريزاسيون باش يديروا هاد التيفو، وتم مصادرة التيفو ومنعوهم انهم يطلعوه. والسبب اللي غادي تعرف من بعد هو ان في ذاك الاسبوع شعلت العافية في معمل روزاموا واللي تحرقوا فيه الناس في معمل ديال البلاستيك، وتسمات في ذاك الوقت بمحرقة روزاموا. والسلطات خافت ان تعاود نفس الحاجة وتعاود وتكون خسائر كبيرة، خصوصا ان المادة اللي مكون منها التيفو هي البلاستيك. وكانت هذه هي القصة الخاصة بتيفو الثلاثي الذهبي، واللي لازلنا كنفتخروا به وبالانتماء لهذا الكيان الاحمر. وتم التخليد ديال هذه الاحداث ديال تيفو في اغاني الوينرز، بالضبط اغنيه في الدومي غطينا الفيراج، عاش الوداد ولا عاش من خانه، تشلاو مع للابد.